مساء الخير. تشهد التصاميم المعمارية طلباً متزايداً على الحلول الذكية والعملية التي تتماشى أيضاً مع التحول الرقمي الهائل في المنطقة. كيف إذن يلبي المصممون المعماريون هذه الطلبات مع التركيز أيضاً على ضرورة مراعاة أهداف الاستدامة في تصاميم إبداعية تخدم المستهلك الجديد ومتطلباته؟ المزيد في التقرير التالي. من مساحات عملية إلى غرف للرياضة وأزرار التحكم عن بعد، وصولاً إلى الحلول الذكية والألوان المريحة، عناصر تغيرت في القطاع العقاري بشكل جذري خلال العامين السابقين، تماشياً مع متطلبات العمل عن بعد والتحول الرقمي في حياتنا اليومية. النتيجة تظهر في التصاميم المعمارية التي تشهد تركيزاً أساسياً على العناصر الصديقة للبيئة ورغبة أصحاب المنازل العيش وسط تصاميم عملية تحفز الإبداع وتحافظ على الخصوصية في آن واحد. فالاجتماعات الافتراضية والتركيز على حلول تراعي الاستدامة وتبتعد عن الضوضاء سعياً وراء حياة ذكية وصحية حولت المنزل إلى مساحة نقضي فيها معظم أوقاتنا. ويأتي دور المصممين للتماشي مع هذا التحول وتقديم حلول وتصاميم تمزج بين الإبداع والاستدامة وتعود على مستهلكيها بفوائد مادية وعملية تحسن من جودة الحياة. إذن نرحب بضيفنا اليوم هاني سعد، مصمم معماري وأيضا مؤسس HSI Innovations. هاني، في المجال الذي تعملون به هو مجال إبداعي بحتي، واليوم متطلبات السوق تغيرت بشكل كبير وسريع وهي تتجه نحو التقنية والحلول المستدامة. أبرز المتغيرات ربما في متطلبات السوق بالمجال الإبداعي والهندسة ما هو؟ الحقيقة الفترة اللي فاتت دي حصل تغيرات كبيرة جداً في السوق العقاري والمعماري بصفة خاصة. احتياجات الأشخاص والأفراد المستخدمين للفراغات تغير بشكل كبير جداً بعد الكوفيد، وبعد الناس ما بقت تشتغل ديجيتال وأونلاين، ابتدت الناس بتقعد أكتر في بيوتها، ابتدت بتشتغل من البيت، فابتدى يبقى فيه نيدز ظهرت مستجدة تماماً في احتياجاتنا اليومية. بعد ما كان الناس بتقضي وقت أقل في البيت وبيقضوا وقت كبير في مكاتبهم أو في شركاتهم، ابتدى الوقت اللي كان بيستغل في الشغل بره البيت بقى جوه البيت. فبالتالي الاستخدام عدد الساعات اليومي للسبيس بقى أكبر بكتير، إذا ما كانش تقريباً الضعف. فتطلب مننا إحنا كمصممين إن إحنا نقدر نلبي احتياجات اليوزرز، وإن يبتدي السبيس يستوعب الاحتياجات العملية والمنزلية. تمام، إذا المساحة هي مساحة للعمل، ونحول المكتب إلى المنزل داخل المنزل مع فصل طبعا للأصوات والقدرة على التركيز. طيب. طبعا ده كان في الشق العملي. في شق تاني كان الحقيقة اللي هو الاندور سبورتس، لأن في الفترة كبيرة الرياضة المنزلية أيضا المنزلية أو الرياضة في طبعا ابتدى يبقى فيه احتياج ان برضو يتم توفير مكان لسبورتس اكويبمنت او تريدميل او حاجه جوه البيت، لان ما كانش بالسهوله الناس بتقدر تنزل من بيوتها. ففي البيوت اللي بيسمح بيها ان احنا نقدر نعمل تصميم للجيم او اندور بول او حاجه، كان ده بيبقى طلب رئيسي، ان انا خلاص انا عايز احقق كل احتياجاتي من العمل والرياضه داخل البيت، فبقى يتم تصميم السبورتس اريا او الجيم او الاندور بول والسبا اندور داخل البيت داخل المنزل مع متطلبات العمل. طيب هاني، كل هذه المتطلبات التي ذكرتها الا تاتي بكلفه جديده وكلفه اعلى على المستهلك، خاصه عندما نتحدث عن حلول مستدامه، حلول صديقه للبيئه، ام انه هذا مفهوم خاطئ؟ الحقيقة موضوع الاستدامة والجرين ديزاين والجرين انفايرمنت دايركشن في الديزاين فيلوسفي بشكل عام كانت منهجية، يعني اشتغلنا عليها من قبل حتى الكوفيد. ابتدى يكون في فكرة الريسايكلينج وإعادة تدوير كل مخلفات الصناعة في استخدامها في الأساس وفي السجاد وفي الفابريكس والأقمشة بشكل عام. ده كان اتجاه بقاله فترة، مش بس في حته الريسايكلينج، في حته الانرجي كونسامشن وتوفير الطاقه.
في وجود بدائل لاستخدام الطاقة، وإن يبقى كل الفيكتشرز أو كل الإضاءات اللي موجودة في البيت والأجهزة بتستخدم أقل قدر من الكهرباء في البيت. طبعاً ده نظراً لارتفاع كمان الأوبريشن كوست يعني استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بشكل كبير في المنازل السكنية. فابتدى كل العملاء النهارده يبقى عندهم متطلبات ان انا عايز اوفر طاقه قدر المستطاع. فاحتمال يكون فيه في التكلفه المبدئيه او في الانيشال كوست في انشاء البيت تكلفه ازيد شويه عن اللي كان بيحصل قبل كده، ولكن على اللونج تيرم وعلى المدى البعيد التكلفه دي بتقل بكتير جدا، التكلفه اقل من توفير التشغيل الفعلي. فعلا هذا ما نسمعه من اكثر القطاعات، بانه هذا مفهوم خاطئ، بانه الحلول الذكيه أو الحلول المستدامة هي مكلفة. هي قد تكون فقط كذلك في الفترة أو الفترة الأولى، ولكن على المدى الطويل طبعا هي من الحلول الأوفر. بالطبع. طيب لو ركزنا شوي ربما على التقنية، ما هي الأدوات ربما التقنية التي الآن أسعفتكم في تنفيذ كل هذه الحلول الذكية؟ الحقيقة أن التكنولوجيا فيها تطور كبير جدا في الآونة الأخيرة، وابتدى يبقى فيها انتجريشن ما بينها وبين بعضها بصوره مذهله الحقيقه. يعني احنا كنا زمان كل استخدامنا في الحلول الذكيه في البيت هو وجود الراوتر بتاع الانترنت ووجود موشن سنسر، ان يبقى فيه موشن سنسر كان محصورا، يعني كان الموضوع محصوراً كان في الانترنت. كان يعني كان صعب جدا استخدامه. النهارده في السمارت سولوشنز او الانمطه الذكيه اللي بتتحكم في البيت ككل، الحقيقه هي يعني تكاد تكون هي مديرة المنزل. البيت بيتم الكنترول بتاعه في كل حاجة، سواء في لايتنج، في سيكيوريتي، في التكييف، في الإضاءة، في الستاير، في الكاميرات الخارجية للبيت. النهاردة البيت نعم. الإضاءة والأجهزة طبعاً. الأمنية والكاميرات النهاردة الشركات بتقدر تخلق يعني موديولز وتخلق برمجة للبيت بالكامل بيوفر طاقة، ومش بس بيوفر طاقة، هو بينهانس حتة الأمان بشكل كبير جدا. يعني النهاردة اللي بيسيب البيت وسايب فيه أطفال أو سايب فيه حد بيساعد في البيت، هو بيقدر يمونيتور حركته جوه البيت، بيقدر يتحكم في الإضاءة إنه بيبقاش فيه فراغ موجود. في إنارة بتستهلك كهرباء ومفيش حد موجود في الفراغ ده بالفعل، بيقدر إنه هو بيسيكيور البيت، إنه لو مشي من البيت ونسي يقفل الشباك أو يطفي نور أو يقفل حنفية بيقدر يكونترول ده. نعم، التحكم عن بعد. بالضبط. طيب إذن هاني، هل تقولون بأنه في قطاع التصاميم الإبداعية أنتم حاليا تعتبرون أنكم في مرحلة انتقالية، يعني تتعاون أو تتماشى مع المتطلبات الجديدة، أم انتقلتم فعلا إلى المرحلة الرقمية بشكل كامل؟ لا، بنسبة كبيرة جدا في يعني في السنتين الأخرى حصل. طبعا بقى انتقلنا بالفعل، لأن ده ما بقاش احتياج بيطلب كحاجة اكسترا أو حاجة زيادة. النهاردة بقى أصبح من ضروري. نعم، ده بقى حاجة ضرورية لا غنى عنها النهاردة في ظل كل الأزمات اللي بتحصل، سواء في المية أو في نقص طاقة. فما بقاش حاجة فيها رفاهية، ده بقى جزء أساسي من تصميم أي بيت، أن يتم أخذه في الاعتبار بشكل كبير جدا. والحقيقه ان مش بس كده، بقت الشركات كلها المصنعه للانظمه دي بتساعدنا احنا كمصممين وكمهندسين ان احنا يتم تثقيفنا بهذه الثقافه مؤخرا، خصوصا في الدول العربيه، لان احنا يمكن اتاخرنا شويه ان احنا يبقى عندنا الابديت والمعلومات بالثقافه السستينابيلتي والاستدامه. لكن النهارده حتى الخامات المستخدمه في صناعه التشييد والبناء بيتم توصيفها وتم السباكس بتاعتها قبل الاستشاريين والمصممين انها تحافظ على الطاقه، وانها بتقلل نسبه الاشعاعات، وان يبقى فيها جزء كبير جدا من مكوناتها من اعاده التدوير. بدون شك. اذا طبعا انتم يعني في مجال ابداعي بحتي، وربما الحلول التقنيه هي تساند طبعا هذا المجال في الابداع اكثر. نتمنى لكم كل التوفيق. هاني سعد، كنت ضيفنا، حضرتك مصمم معماري وايضا المؤسس ل HSI Innovations، كل التوفيق، شكرا جزيلا لك.